عمدوني يحاول أسامة، عمدوني بالمهارة، عمدوني عمدوني وباتو خطيرة لازالت لفريق نادي الثقبة. شوف باتو وين واصل، تانديا عرضية خطيرة خطيرة، ولكن وين 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 غاية وتسلل على باتو. يمرر الكرة جميلة لجهاد، جهاد يحاول التمرير لباتو، باتو خطير باتو خطير، ولكن كرة يلعب الكرة تانديا يلعب الكرة، الحكم يطالب بالاستمرارية في اللقطة. باتو يحاول باتو يحاول باتو يحاول واللقطة والابعاد الى وين؟ مع النهضة وتعادل تعادل ايجابي على ارضية هذا الملعب هدف اليوم ينتصر على الثقبة. كرة اللعب وخطأ وتدخل وإعاقة وخطأ لباتو، شوفون التدخل على باتو من بريه، أربعة أربعة بريه عادل قلب الدفاع. الثقبة تبقى محاولات لعناصر فريق نادي الثقبة على مرمى الحزم، لم تكن هناك خطورة تذكر. الكرة تلعب الآن لعناصر فريق نادي الحزم وخطأ. مراكز الأمان خمس نقاط، الثقبة في المركز 17 أمام النهضة في المركز 16، النهضة فارق نقطي خمس نقاط بين الفريقين، لذلك يليق الحزماوي، لذلك الأمور لدى الحزماوية في تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الأولى، هي النسبة كبيرة جدا بأن الحزم يعني عودة مجددا إلى الدوري المحترفين. كرة لباتو يلعب الكرة خطيرة الآن، خطيرة العاج عثمان باتو وكذلك أيضا كارلوس ستراندبيرغ في دوري المحترفين ضمن قائمة الهدافين. الكرة الآن حزماوية، باتو يلعب الكرة تميلة جميلة جدا للحاج ولكن متسلل الحاج في منتصف ميدان الثقبة، الكرة تعود مقطوعة، الضغط من البركة عبد الرحمن خطيرة، باتو تمريرة ومحاولة وتدخل، وبعد ذلك حقق مركز ثالث وفي صعوده في دوري الأولى في 2017 ومركز ثاني بعد فريق نادي الوحدة. يعني المراكز اللي حققها الحزم في دوري الأولى في 2005 2006 الثقبة في لقطة مقطوعة، عادت البركة يمرر خطيرة من باتو، باتو يحاول التمرير لجهاد، جهاد لباتو، باتو يحاول ولكن التغطية من الدوسري، تغطية من الدوسري إلى ضربة من عمري ومساعد ثاني عبد أحمد ودعاني وحكم رابع سامي الجريس طاقم لوحده التحكيمي والقانوني. كرة لعب الباتو هداف دوري الأولى.